شلون نسيت شلون الصحة. أهلا وسهلا بك عزيزي، أهلا وسهلا. تحية لكم ولضيفكم الكريم. ست صراحة احنا نعرف حجم الفساد اللي بوزارة الكهرباء من 2003 لليوم. نعم. ونعرف اللي صار وين راحت الأموال، وهاي التبريرات كلها ما تفيد. أطفالنا اللي ميتين للحر، واللي ليلنا لا ليل ولا نهارنا نهار، هاي معروف الشعب العراقي كله. وصرنا تحت رحمة أبو المولدات، هم على علم بهذا الشيء. اللي نريده واللي نطلبه قطع مبرمج، هسه كهرباء ماكو ماشي. نريد قطع مبرمج، ساعات نعلم بيها شو وقت تجي كهرباء وشو وقت تطفي الكهرباء. طيب. يعني لا احنا بالقطع المبرمج، ولا احنا بالوطنيه، ولا احنا من اصحاب المولدات، ولا المي مقطوع بسبب بسبب قطع الكهرباء. صح، يعني المطارات تشتغل. واحنا جينا باشهر تعيسه على المواطن العراقي، يعني الله اكبر اللي وين نوصل وشلون راح توصل بيه النتيجه. وانا اشكركم واشكر الجميع ان شاء الله. شكرا لك محمد، وانتظر الاجابه من الاستاذ احمد. استاذ احمد، سمعت محمد شنو طرح، انه يريد موضوع البرمجه ترجع لنا. يعني صح بصراحه، صح تجي الوطنيه، لكن يعني في تذبذب وخربطه، وابو المولد يشغل والكهرباء الوطنيه تجي وهكذا. ليش ما نرجع لموضوع البرمجه هسه؟ يعني امنتوا بالله موجوده مولدات، خلي تكون يعني اكو نظام بالقطوعات. لا ستي، هو العمل بجدول البرمجة يفترض يكون فاعل ويفترض أن يكون موجود، والمناطق وحتى المحافظات تشتغل بنظام البرمجة. لكن هسه اكو بعض المواطنين اللي أنا أعين مشكلتهم، يقول تجيني الكهرباء بالساعتين، خلال ساعتين تطفى لفت 5-6 مرات. بالضبط، صحيح. إذا مو 10 مرات ستي، هذا الإطفاء يعني بالتالي هو مو مشغل الكهرباء اللي يطفي، بالتالي إن هذا المغذي سقط من الحمل الزائد. شوف ست، بالمجمل اليوم كانت جميع الوزارات اللي تعاقبت على الكهرباء تذهب صوب الانتاج، كل وزير يجي يفكر ان شلون ازيد معدلات الانتاج. هسه احنا زيدنا انتاج تمام، بس الوزارات اللي تجي تذب جهدها وتذب كل عملها وين، وحتى موازناتها تذبها وين؟ بمفصل الانتاج، بس ما تنتبه الى مشكله قطاع النقل وقطاع التوزيع اللي بينت عندنا الان.